نشكركم على الاستضافة. هذا شيء إيجابي، أمور وبادرة طيبة من الناس المخصصين على الأمور الرياضية داخل البلاد. هذا كيعرف على مجموعة المستويات خصوصا كرة القدم، الجولف، التنس. هذا أمر إيجابي بالنسبة للرياضة المغربية، فلما لا؟ احنا ان شاء الله كانت عندنا طموحات اننا نصادفوا المونديال ديال 2026، ولكن الله غالب. كانت امور في الخفاء اللي كانت وراء عدم تنظيم المغرب للمونديال 2026، ولكن ان شاء الله خلال التصريحات ديالو لا وزير الشباب والرياضه وحتى التدعيمات الملكيه من صاحب الجلاله محمد السادس، فكاننا لدينا طموحات اكبر للاستضافه او استقطاب ذاك الحلم الكروي اللي غيكون ان شاء الله وكيراود جميع كافه الناس المغاربه على وتنظيم المونديال ان شاء الله ديال 2030. ربما هذاك شخص كيتلاعب بمشاعر الانسانيه ديال المغاربه او الافارقه، هو يا انسان سياسي اكثر ما هو ثقافي او رياضي. فهناك تصريحات من اجل استقطاب حب الناس، وربما انا كنظنها بانه يحاول استثمار امواله داخل الوطن المغربي. فهذا امور انا كنظن امور خارج الرياضه، هو يا انسان سياسي اكثر ما هو رياضي.